بيب غوارديولا يهين ويستفز رياض محرز بتصريحاته الأخيرة، وفيليب فودين يخرج عن العلن ويدافع عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، مباراة ليلة أمس التي لعبت بين نادي مانشستر سيتي وتشيلسي وانتهت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد من نادي تشيلسي، خلفت وراءها رغم الفوز لنادي مانشستر سيتي الساحق على نظيره تشيلسي، خلفت وراءها غضب جماهيري كبير. اولا من الجماهير الجزائريه عن تهميش بيب غوارديولا لهذا اللاعب، وايضا كان هنالك غضب من يعني محللي قنوات بي ان سبورت على بيب غوارديولا رغم الفوز، لانه يهمش رياض محرز بطريقه يعني مبالغ فيها في الاونه الاخيره، مثلما كان يهمشه في موسمه الاول، والذي كان في ذلك الوقت يعني كانت عنده حجه بانه رياض محرز كان ما زال يتاقلم. ها هو موسمه الثالث وما زال يعمل نفس الشيء مع رياض محرز، يعني ثلاث مواسم وهو يتاقلم، يعني هذا شيء خارق للعادة وليس فيه أي منطق. المهم أعزائي المشاهدين، كما قلت لكم سأشارك معكم تصريحات بيب غوارديولا المستفزة لرياض محرز. طبعا بعد المباراة بيب غوارديولا في مايكروفون سكاي سبورت صرح قائلا: كان لاعبو نادي مانشستر سيتي أي لاعبيه ممتازين في كل شيء خاصة مع الكرة، ولا يمكننا اللعب مثل الفرق الأخرى، يجب أن نتعلم ونلعب بإيقاعنا ونهاجم في كل لحظة مناسبة، فزنا بالألقاب بهذه الطريقة ويجب علينا أن نكون أكثر صبرا، فلقد فقدنا القليل من هذا الإيقاع واليوم حصلنا عليه. وطبعا صرح قائلا: النتيجة كانت رائعة في ستانفورد بريدج بملعب تشيلسي، ولكن الطريقة التي نلعب بها كانت رائعة حقا، ولا يمكن الفوز بالألقاب دون اللعب بهذا الشكل. أي هو معجب بما قدمه لاعبوه نادي مانشستر سيتي في تلك الليلة في ظل غياب رياض محرز، وحيث وصف أداء فريقه بالأفضل هذا الموسم، يعني في ظل غياب رياض محرز كان الفريق أفضل. وطبعا هذا مما يعني لنا ويعني بعث لنا برسالة أن رياض محرز خارج حسابات بيب غوارديولا في قادم المواعيد، سيلعب فقط بعض المباريات مثل مباريات الكأس أي الكاراباو كوب وإلى ما غير ذلك، بل بيب غوارديولا حاليا يركز على الدور الإنجليزي الممتاز، وطبعا سيركز على اللاعبين الذين قدموا له مباراة كبيرة في هذه المباراة. وطبعا الشيء الذي نرفزني هو أنه تصريحات بيب غوارديولا في الآونة الأخيرة الكاذبة بين قوسين، كان يصرح باللي أنه اللاعب اللي سجل واللي راح يقدم لي الضمانات راح يكون أساسي، ولكن رياض محرز عندما قدم له هذه الضمانات ها هو أربع مباريات معاقب، أربع مباريات على التوالي وهو في كرسي البدلاء، يعني بيب غوارديولا يكذب. وفقط هذه التصريحات كانت تنطبق على رياض محرز، يعني ها هم اللاعبين حاليا الذين قدموا ضمانات لبيب غوارديولا، طبعا سيلعبون طيلة الموسم، هذا لا نقاش فيه، ولكن رياض محرز عندما يطبق تعليمات بيب غوارديولا يعاقبه، وعندما لا يطبق بيب غوارديولا وطبعا يعاقبه مرة أخرى. في نفس السياق صرح قائلا: أعزائي المشاهدين، لعبنا بشكل جيد جدا، للأسف الهدف الأخير يعني لنادي تشيلسي، ولكن النتيجة على ملعب ستانفورد بريدج رائعة، اليوم عدنا كما كنا، فوز مهم على أرض تشيلسي. وطبعا لا ننسى أعزائي المشاهدين أنه أشاد بلاعبي نادي مانشستر سيتي وطار فرحا بأهدافهم بهدف في فودين غوندوغان وأيضا حتى كيفن دي بروين، يعني هدف وحيد لكل واحد كان يطير فرحا، ولكن هاتريك رياض محرز يعني العكس. هذه الأشياء أعزائي المشاهدين يعني تعطي لنا تلميحات يعني كبيرة جدا بأنه بيب غوارديولا غير مهتم برياض محرز، يعني قلت لكم بلي أنه هاتريك وبيب غوارديولا لم يشد ولا بكلمة جميلة على رياض محرز أو لم يفرح حتى، بل كان يعني متضايق وحزين بما قدمه رياض محرز، يعني دائما ما يكون دائما ضد رياض محرز ويحارب نجاح رياض محرز. ولا ننسى ايضا أعزائي المشاهدين، في ظل غياب رياض محرز في تلك المباراة راينا العديد من العناقات الحارة بين اللاعبين الذين كانوا يعني يخرجون في تلك المباراة، مثل فيل فودن كما تشاهدون في هذه الصورة، كان هنالك يعني تبادل اطراف الحديث معه ومع فيل فودن، حيث صرح بيب غوارديولا عليه انه فخور جدا به للغاية وصرحها له، وأيضا صرح حتى للصحافة وسكاي سبورت. فلهذا أعزائي المشاهدين، هذه الأشياء يعني عندما يراها رياض محرز، يعني كيفاش اللاعبين يقدمون هدف وحيد في المباراة وأنا نقدم هاتريك، بينما المعاملة تكون ليست بالتساوي، يعني هنالك عناق حار بين اللاعبين ودعم معنوي من المدرب، ولكن رياض محرز دائما عندما يسجل ويتألق يا يكون في الدكة يا ما يصرحش عليه يا يكون متضايق بيب غوارديولا. يعني هنا تعرف أن العلاقة بين هذا اللاعب وهذا المدرب وصلت إلى طريق مسدود نهائيا ولا رجعة فيه. وطبعا
أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى دفاع فيل فودن عن رياض محرز. طبعا فيل فودن في تصريحاته الأخيرة يعني كان فخور بما قدمه في تلك المباراة، وصرح لموقع مانشستر سيتي كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، صرح قائلا إن بيب جوارديولا عبقري. طبعا أشاد ببيب جوارديولا، يعني هذا شيء مفروغ منه، لا يستطيع أن يقصف بيب جوارديولا مباشرة، ولكن كانت هنالك تلميحات أعزائي المشاهدين سأشاركها معكم. المهم أشاد ببيب جوارديولا قائلا أنه مدرب يعني عبقري ولديه تكتيك جيد للغاية، لقد لعبنا يعني لعبتنا ومباراتنا بالطريقة الصحيحة، نفذنا الضغط العالي وقمنا بتوسعة الملعب واعتمدنا على الأجنحة. يا مشاهدين نتوقف على هذه النقطة، بيب جوارديولا اليوم يعني ليلة أمس عفوا يا مشاهدين يعني اعتمد على الأجنحة، الجناح الأيمن والجناح الأيسر، ولو يعني رياض محرز كان اساسي في هذه المباراه، وثلاث سنين وثلاث مواسم ورياض محرز يعني كان يلعب مع نادي مانشستر سيتي، ويعني لا اعتقد ان اي احد لم يلاحظ هذا الشيء، هو انه رياض محرز عندما يكون اساسي في الجناح الايمن ورحيم ستيرلينج في الجناح الايسر، فقط الجناح الذي يكون نشط جدا هو الجناح الايسر الذي فيه رحيم ستيرلينج. ولو كان رياض محرز اساسي في تلك المباراه امام تشيلسي لما كان نفس الشيء، مباراه يعني دائما ما مبنيه، والخطه بيب جوارديولا مبنيه على رحيم ستيرلينج فقط، ولكن في ظل غياب رياض محرز يعني كلا الاجنحه كانت نشطه جدا. يعني هنا تعرف انه مكروه في نادي مانشستر سيتي، ونقطه عد الى السطر. وطبعا سئل عن عناق بيب جوارديولا له بعدما ان اخرجه كما تشاهدون في هذه الصوره، صرح قائلا انه شعور جميل، انا استمتع بكره القدم واريد ان استمتع بما بها يعني دائما، لا يزال لدي الكثير لاتعلمه، وهنالك الكثير من اللاعبين المتميزين في هذا النادي. رياض محرز كان على مقاعد البدلاء اليوم، وكان بامكانه اللعب بسهوله تامه، هناك لاعبون ذو جودة في هذا النادي، وعلي أن أبذل قصارى جهدي في كل مرة تسنح لي الفرصة. فكما قلت لكم يعني هذا تلميح لدفاعه عن رياض محرز، قال لأن رياض محرز كان في كرسي البدلاء، ولو كان كان أساسي لو كان قدم مباراة كبيرة، وهذا ما قلته لكم بالضبط ليلة أمس بعد المباراة مباشرة. دفاع نادي تشيلسي كان سيء جدا، وأي لاعب حتى أنت عزيزي المشاهد لو كان كنت أساسي في تلك المباراة يعني راح تقدر تعمل هجمة وراح تقدر تسدد نحو المرمى نادي تشيلسي بدون مشاكل. دفاع نادي تشيلسي كان سيء جدا، ورياض محرز يعني كنت متأكد أنه لو لعب في تلك المباراة لقدم مستوى خرافي، ممكن أنه يسجل هاتريك عادي، وأنا الشيء الذي جعلني أقول ذلك هو أنه في المواسم الماضية، في الموسم الماضي عندما كان أساسي ضد تشيلسي في ظل تألق دفاع نادي تشيلسي قدم مباراة كبيرة، فما بالك ليلة أمس، يعني متأكد من أنه راح يقدم مباراة كبيرة. المهم هذا اللاعب دافع عن رياض محرز يعني بتصريحاته بعد ظلمه الكبير من بيب جوارديولا لهذا اللاعب رياض محرز، فشكرا في فودن، يعني في فودن هو يعني مدلل الفريق كما نقول، ولكنه رغم ذلك أشاد برياض محرز في ظل يعني ظلمه من بيب جوارديولا. وطبعا ليلة أمس يعني كما قلت لكم كان هنالك صراع كبير في محللي قنوات بي إن سبورت، الذي أقدم لهم التحية والتقدير وكل الاحترام على دفاعهم للجزائر رياض محرز، دائما دائما ما يدافعون عنه، ورغم أن هنالك بعض التعليقات تصلني تقول بأن رياض محرز راه يعيش أرقى أيامه في نادي مانشستر سيتي. لا عزيزي، بالعكس، رياض محرز يجب عليه الخروج في أسرع وقت ممكن، لأنه راه يتحطم يعني مباشرة، ما بقاش بزاف وراح يتحطم. وأقول طبعا أقول لكم أن رياض محرز بات على بعد خطوة واحدة أن يطرق أبواب الرحيل من نادي مانشستر سيتي، لأن وضعيته أصبحت لا تطاق. كان يقول بيب جوارديولا أن رياض محرز رجل المهمات الصعبة، ها هو الآن رجل المهمات الصعبة في هذا المباراة أمام يعني نادي تشيلسي، كانت مهمة صعبة وكان هنالك إصابات بفيروس كورونا، وكل التلميحات كانت تشير بأن رياض محرز راح يبدأ أساسي في ظل غياب فيران توريس، ولكن بيب جوارديولا ماذا فعل؟ يعني أشرك برناردو سيلفا وفيليب فودين، المهم يبقى رياض محرز في كرسي البدلاء. وطبعا تصريحات محللي قناة بي إن سبورت التي أعجبتني بعدما أن أعجبني تصريح يعني رؤوف خليف معلق قناة بي إن سبورت، صرح هشام الخلصي قائلا مع السيتي أو بدون السيتي ومع بيب جوارديولا أو بدون بيب جوارديولا مسيرة رياض محرز الناجحة ستستمر، لأنه جزائري ويمتلك عزيمة الجزائريين، 1 2 3 فيفا لانجيري. وهذا تصريح أعزائي المشاهدين ما أعجبني في هذه التصريحات
كلها وسيبقى للتاريخ. وصرح قائلا: عندما تشاهد عدد كبير من اللاعبين السيتي غائبين، وعندما تشاهد تدوير مستمر بين بيب غوارديولا للاعبين باستثناء رياض محرز، فهنا تعلم أن علاقة بيب غوارديولا مع رياض محرز وصلت لطريق مسدود جدا، ويجب على رياض محرز مغادرة لمكان يرتاح فيه. وطبعا هذا مطلب الجماهير كلها، مطلب الجماهير الجزائرية ومطلب الجميع حاليا، تغيير الأجواء. نريد رياض محرز أن يغير أجواءه لكي يتألق. ما شاء الله هذا راه في عمره 29 سنة وراه ماشي يقفل 30 سنة، فمتى سيكتب تاريخ هذا اللاعب؟ يجب أن يلعب. المهم، صرحوا قائلين: ربما يتفق بيب غوارديولا مع إدارة السيتي خلف الكواليس ليجبره على الرحيل حتى يستفيد السيتي ماليا منه، وهذا ما يتمناه الجميع صراحة. بينما صرح قائلا في تلك يعني في ذلك يعني استوديو التحليلي: لا يوجد عذر لبيب غوارديولا لعدم إشراكه، وهو يريد التقليل منه بعدما أن أشركه وفي آخر الدقائق. صراحة كانت تلك الآخر الدقائق هي بمثابة كابوس لرياض محرز. يعني كيفاش يعني تهمشني وبعد ذلك تعطيني خمس دقائق؟ واش راح تدير فيها؟ واش راح تتأقلم في المباراة؟ وقتاش راح تدير الإحماء أصلا؟ وقتاش راح تلمس الكرة؟ فهذه إهانة بعد إهانة كبيرة. المهم، هذا اللاعب يجب أن يفعل مثل ما فعله سامويل إيتو. تمنيت لو رياض محرز ليلة أمس عندما قال له بيب غوارديولا اعمل تسخينات من أجل الدخول إلى تلك المباراة، أن يعمل مثل سامويل إيتو، أن يرفض ويقول له: لن أعمل حتى الإحماءات ولن أدخل في هذه المباراة. وتصريحات سامويل إيتو يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لأنه هو من الذي عاش نفس ما يعيشه رياض محرز حاليا مع بيب غوارديولا. وعجبني تصريح صراحة قصف من سامويل إيتو لبيب غوارديولا، وأردت مشاركته معكم الآن. صرح سامويل إيتو في أحد يعني اللقاءات قائلا: غوارديولا لم يكن لاعبا كبيرا، بل كان لاعبا جيدا ليس أكثر. وقائلا أيضا: لقد قلت له ذات مرة: أنا سامويل إيتو، أنا من يجعلك تفوز. يعني أنت مدرب عادي، نحن اللاعبون من نجعلك تفوز. وهذا تصريح قوي جدا ويثبت شخصية هذا اللاعب الكبيرة جدا. ولكن حسب رأيي أنا أعتقد أن رياض محرز حاليا ينتظر الوقت المناسب والفرصة المناسبة لكي يخرج من باب واسع وبرأس مرفوع من نادي مانشستر سيتي، لأنه متأكد باللي أن الوضعية التي يعيشها ليست بجيدة، وهذا حسب تصريح يعني رفيق صيفي الدولي الجزائري. وطبعا أعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.